أقام نادي الخريجين بحضور سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام ومعالي الشيخ راشد بن عبد الله بن حمد آل خليفة أمسية شعرية غنائية ضمن برامجه الرمضانية، حيث استضاف فيها الفنان أحمد الجميري والشاعر إبراهيم الأنصاري. على أوتار العود زخرت أمسية نادي الخريجين الرمضانية بعدد من الأغاني والقصائد والقصص الوطنية، وذلك بعنوان نبض الشعر وحديث الذكريات. لقاء طيب وسعيد ومبارك في هذا الشهر المبارك. نادي الخريجين دائما سباق لهذه المناسبات، وأنا الحقيقة أقدم الشكر والتقدير لهم. ظاهرة يعني أدبية تراثية وطنية فيها جمع طيب من يعني الفنانين ومن الأدباء ومن يعني التراث الحاشد من أغانيهم وكلماتهم. بصراحة يعني الليلة اللقاء كان جدا جدا جميل، وما توقعنا هذا الحضور اللي ملا القاعة. وبصراحة يعني نود نتقدم بالشكر للمشاركين في اللقاء. دارت في الأمسية جلسة حوارية تبادل فيها الضيوف القصص والذكريات التي لاقت تفاعلا واسعا من قبل الحضور. مبروك يما صوم هالسنة، عساك من العائدين عليها العام ودوم من كل عام. والله هذه أمسية حق نادي الخريجين اللي تعود يسوي أمسيات كل يوم خميس في شهر رمضان، وحب يختم الموسم بأغنية خفيفة الدم حبوبة فيها أغاني وفيه ذكريات إبداعية بيني أنا وبين الشاعر إبراهيم الأنصاري. كانت أمسية قريبة للروح، يعني مو أمسية مجرد أن احنا نقعد نقول أشعار ونقول كلمات وبعدين قصيدة ورا قصيدة. كانت فيه تفاعل بيني وبين الجمهور، لأن احنا نعبر بكلماتنا عن مشاعر الآخرين مثل ما نعبر عن مشاعرنا. طبعا أحيي نادي الخريجين في إدارته اللي تحت هذه الفرصة لنا جميعا الليلة نلتقي في هذه الأمسية الفنية الأدبية الرمضانية اللي جمعت نخبة من وجهاء البلد وأصحاب السعادة والوجهاء، وكلهم كانوا موجودين في هذه القاعة الجميلة في أمسية رمضانية يعني عرجت. كانت فرصة أن نستمتع بالأدب والشعر والقناء. تأتي أمسية نبض الشعر وحديث الذكريات ضمن برنامج رمضاني أعده نادي الخريجين، يتضمن عدة لقاءات وأمسيات يستضيف فيها عددا من الشخصيات والجهات من مجالات اجتماعية وفنية وثقافية مختلفة.